السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه دي دو سامدي. هذا النهار ان شاء الله غنقدم لكم واحد الحلقه ديال الناس اللي كيسولوا على الطريقه ديال التربيه ديال الارضي، يعني الناس اللي عندهم سطح. شحال من واحد كيكون باغي يبدا مشروع وما عندوش الامكانيات باش يدير مثل هذا الكاج، ولا يعني كيجان بحال هذا الشكل هذا. المهم ان كيبغي يديرهم غير في الارض. شحال من واحد كيبغي يدير الروامه، شحال من واحد كيبغي يدير البلدي، ولكن البلدي عندهم واحد الطريقه انهم كيبغيو يعني ماشي السيمه، ما تكونش السيمه يعني ارض مسيمه، لا كيبغيو انهم يحفروا. وفعلا ان البلديين كيصدقوا ملي كدير لهم الطريقه. الروامه حتى هما كيصدقوا بهذه الطريقه، غير هما كيكونوا واعرين هما لان الحجم ديالهم ممكن انهم ياذيوكم في ليكاج. لا في ليكاج كتبقاو ترميو لهم يعني العلف غير من يعني من على برا، حيت هما مثلا الدراري الصغار ولا راه خطر عليهم، يعني خاصكم تحذروا منهم. اما بالنسبه للبلديين كيكونوا انهم حشوميين وكيبغيو انهم يدخشوا في شي بلاصه ويعيشوا. انا نوريكم واحد الطريقه سهله ممكن انكم ديروها في الاسطح ديالكم، وديروهم بحال لي انهم عايشين في في في, في, في في الخلاء، او عايشين في واحد الحفره ولا قدام الدار ديالكم، ولا لان كاين شحال من واحد كيبغي يديرهم قدام الدار، كيكون مثلا كيخاف ان ياذيوهم اما المشوش او الكلاب عزكم الله. اذا الطريقه وهي كالتالي. اذا كما كتشوفوا معايا هاد العشاء، راني سبق درت لها واحد الفيديو، ولكن ممكن انها تخدم القناين، ولكن الطريقه كما كتشوفوا عذرا عندي هنايا الارانب كيديروا هذا الصوص، ولكن شوفوا هنايا الجوانب. اسمو راني داير هانتوما، راني درت هنايا ميكا، ها هي ميكا. درت اولا في الاول واحد الاطار، ها هو اطار باش يتجمع التراب. ممكن نتوما ديروا غير ميكا عاديه، انت هذه الميكا راه كدير يعني 10 دراهم بحال هذه كلها طايحه ب 10 دراهم. وجبت التراب ها انتوما كما كتشوفوا انتوما التراب، وطلعت بواحد 10 سنتيم. ملي كتطلع ب 10 سنتيم ممكن ان يديروا لك يبقاو يحفروا ويوليو بلديين 100%. والجهه الاخرى ها انتوما البلاصه ديال الولادات، ممكن انكم ديروا لهم يعني الياجور، يعني تبنيو بالياجور هكا وصافي. هما تما هذيك عباره عن ولادات، غير الفكره كلها قائمه على هذه القضيه ديال الميكا. انتم شوفوا الجوانب، كاينه ميكا وطالع بواحد 10 سنتيم، ثم شحال ما بغيتوا ديروا، يعني غادي تجيبوا الرمله وتعمروا هذيك الجهه، تبقى تعمروها في نفس الوقت، ما غاديش تفيض منا ومنا، وفي نفس الوقت غادي تهيئوا لهم واحد الجو اللي بلدي 100%. الناس اللي كيسولوني على التربيه الارضيه هي هذه، ممكن انكم تبنيو عشا بحال هكا هانتوما، في نفس الوقت راه دايز لها الشمس هانتوما، هاد الطريقه هادي هانتوما. هنايا ملي كنبغي نعطيهم الماكله هانتوما داير واحد السداده هنايا هانتوما، صافي كتولي عشا بحال هكا هانتوما. ممكن انكم، انا درتها للدجاج هانتوما كنتم كتسمعوا راه في قاقي، ولكن ممكن انكم ديروها يعني للارانب ديالكم، يعني تبنيو لهم ولادات لداخل. غير الاساس ديال هاد الفكره هذه ان يكون عندكم التنظيف يوميا، لان هذا هو الفرق ما بين هذا العشاء بحال هكا ديال الارانب، ممكن ديروها للارانب، ولكن غتبقاو تنظفوا بزاف. هذا الفرق ما بين هذه وهذا العشاء هكا، شوفوا اسمو راني داير هنايا، يعني ممكن ان هذا المستوى ديال 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 الشبيك تعليوه اكثر، وكديروا ميكا هكا، وكديروا ان كاع الفضلات كلهم، اذا لاحظتوا معايا كاع الفضلات كلهم كيجي لنفس يعني الاناء، وصافي ممكن انكم تخلصوا منه. يعني هذه الطريقه هذه ما فيهاش التنظيف بزاف، تشطاب والتنظيف بزاف. اما الطريقه هذه ممكن انكم ديروها، هي رخيصه في الثمن، يعني طايحه بوالو تقريبا، هذه ممكن انكم ديروها، ولكن المشكل انه كي ان الارانب خصها التنظيف يوميا، هذا هو المشكل ديالها. عذرا على هذا الفيديو، يعني الدجاج راه كيقاقي راه باغي يولد،
راه باغي يوضع البيض. هانتوما راه كاين واحد البيض هنايا تبارك الله، هانتوما نوريكم، هانتوما راني كنعتبركم عائلة ديالي. هانتوما راه راها هي راها قاقة هنايا باش غادي دير ان شاء الله واحد البيض. راه كاينين تحت منها واحد جوج بيضات وهي راه باغا دير الثالثة هانتوما. ولكن هذه الطريقة هذه ممكن انكم تستعملوها للقناين يعني الارانب، وممكن انها تخدم هذه ديروها ولادات هذه البلاصه ديروها ولاد كولاده وتسدوا عليهم والتراب هما غادي يخبشوا فيه على حسب المستوى نتوما اللي درتوه. ممكن انكم تطلعوا مثلا ب 20 سنتيم ماشي مشكل، وهما يقدروا يديروا يعني حفر في هذيك 20 سنتيم، ممكن انهم يديروا حفر. اذا هذه هي الحلقه ديالنا، يعني انتم كما كتشوفوا عشه بسيطه هانتوما، وفي نفس الوقت الشمس راها ضاربه فيها هانتوما. هنايا في الليل كنسد عليهم هكا، اذا كان نموذج هانتوما. في نفس الوقت انهم ديما يعني الشمس ضاربه فيهم، وفي الليل الدجاج البلدي ما كيحتاجش انك دير له الضوء، واخا انا داير له الضوء اللي داير لهم الضوء ها هما ها هي راه الا كتشوفوا معايا هما راه داير لهم الضوء، ولكن كنطفي عليهم الضوء لانهم هما كيبغيو يبيسوا. حنا كنقولوا كيبيسوا يعني ماشي بحال الدجاج الرومي اللي كيديروا له البوله، لا هاد النوع من 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 الدجاج كيبغي انه ينعس في الليل. اذا هي هذه هي الطريقه ديال البناء ديال التربيه الارضيه، طريقه سهله. الفكره كلها كدور على انكم تعمروا ديروا واحد الميكا باش هاد الارض هكا ما تفزقلكمش، وممكن انها تضر الضاله. اما بهالطريقه هذه كتفرشوا ميكا بحال هذا الشكل، هذا ميكا عاديه، وكتفرشوها هي الاولى وتعمروها بالتراب في المستوى اللي بغيتوا. ممكن انا داير هنا 10 سنتيم داكا، ممكن انكم ديروا 20 سنتيم وتخليهم يحفروا تمايا ماشي مشكل، ممكن انكم ديروا اكثر، المهم انكم ديروا الميكا. ملي كديروا الميكا صافي هذاك المستوى ديال التراب او الرمل، ممكن ديروا المستوى اللي بغيتوا. وها انتم دايروا محميين عندكم فوق الاسطح، ماشي بحال الا درتهم قدام الدار ولا الناس ديك عندهم العروبيه كلهم كيتشكاو ان الارانب ديالهم كياكلوهم لهم الكلاب او القطط. اما بهالطريقه هذه انتم استغليتوا السطح ديالكم، وفي نفس الوقت محميين 100%، ديروا له معشه بحال هذه وانتم محميين، وان شاء الله يولدوا ويكبر المشروع ديالكم. اذا هذه هي الطريقه ديال هذا النهار. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا في القناه يشاركوا معنا، قناه غاديه بالدعم ديالكم. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس تكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي، وتكيو على زر الجيم باش تساندونا ونزيدو القدام بالدعم ديالكم. كنشكركم بزاف، الى اللقاء في الحلقه المقبله.